في سياق نشاطات الأسبوع الوطني للمرأة التشادية، نظمت مسؤولة الخدمات بالدائرة الثانية لقاء لبعض النساء بهدف دراسة كيفية إيجاد فرص عمل للنساء عبر المشاريع الصغيرة للقروض. تقرير ابتسام موسى وقراءة محمد الأمين. ضمن سلسلة فعاليات الأسبوع الوطني للمرأة التشادية، جاء هذا الاجتماع الذي ضم مجموعة من الشرائح النسوية بالدائرة الثانية بهدف مساعدة وتمكين المرأة على القيام بأعمال حرة من أجل مشاركة فعالة نحو تنمية البلاد. وبهذه المناسبة فقد تحدثت رئيسة قسم الأعمال بالدائرة الثانية السيدة كونيكينا مكاي، قائلة أن هذا الاجتماع يهدف إلى مساعدة المرأة في استقلالية نشاطها الاقتصادي، وذلك بتمويلها بالقروض المشروعة كي تتمكن من ممارسة الأعمال الحرة والتحسين من وضعها الاجتماعي. والجدير بالذكر فإن النساء اللائي شاركن في هذا الاجتماع سيتم منحهن قروضا مالية لترفع من دخلهن العام، وتعمل على تحسين الوضع وتحمل المسؤوليات في رعاية الأبناء داخل المنازل. كما أن هذه القروض جاءت تزامنا مع فعاليات الأسبوع الوطني للمرأة التشادية، والتي شعارها استقلالية المرأة في شؤونها العامة.